أنا معايا الصحفي الهمام والصديق العزيز الأستاذ هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري. أهلا بك يا أستاذ هاني. مساء الخير يا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. مساء الفل، صوتك وحشنا والله، وحشني أنا بالتحديد. أخبارك إيه؟ ربنا يخليك، الحمد كله لله. تمام؟ الحمد لله والشكر لله. أنا عايز أشكر حضرتك على التبسيط المهم جدا اللي بتقدمه دلوقتي لفلسفة إنشاء مدينة العالمين الجديدة وكل المدن اللي الدولة بتستهدف إنها تنشئها في الساحل الشمالي الغربي عشان نستفيد من قطعة ذهبية تمتلكها الدولة المصرية. حلو. زي حضرتك ما قلت دلوقتي بالضبط، إحنا بنستهدف إن الساحل ما يكونش منطقة الدولة تستفيد بيها أو لا تستفيد بمعنى أصح غير شهرين ثلاثة ودمتم، مئات الملايين من الجنيهات مصروفة على الكومباوندات والمنتجعات السياحية اللي الناس بتروح تقعد فيها شهرين ثلاثة، وبعد الشهرين ثلاثة ترجع كل المناطق دي مناطق موحشة. ولكن احنا بنستهدف ان احنا نخلق مدن مستدامة في المنطقة دي زيها زي اسكندرية. احنا عندنا مدينة زي مدينة العالمين الجديدة اللي حضرتك اتكلمت عنها، عندها ساحل طوله 14 كيلومتر، يعني تقريبا زي ساحل وكورنيش اسكندرية بالضبط. صح. في تكليف واضح من سيادة الرئيس اللي حضرتك قلته برضه ان المواطنين كلهم يستفيدوا بالكورنيش، الناس كلها تستمتع برؤية البحر ويتمشوا على الكورنيش، يركبوا عجل زي حضرتك ما قلت. كل الكورنيش اللي في مدينة العالمين الجديدة يكون متاح لكل المواطنين، مش زي بقية الساحل بقى وانت راجع على اسكندرية اللي استولت عليه او حصلت عليه القرى السياحية والجمعيات التعاونية وخلافه اللي بيستفيدوا هم بالساحل وبالكورنيش والمواطن العادي ما بيشوفش المية. فده حاجة عالجناها في تخطيط مدينة العالمين الجديدة. حاجة التانية اللي حضرتك قلت عليها برضو ان احنا عاملين الانشطة الاقتصادية اللي تخلي المدينة تشتغل طول السنة. النهاردة واحنا بنتكلم حضرتك عندنا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النائية البحري اشتغلت بقى لها سنتين. أكاديمية يعني جامعة بدل شغالة، يبقى إن شاء الله في طلاب، في مدرسين، في أساتذة جامعة، في موظفين، كل الناس دول سكنوا بالفعل في مدينة العالمين الجديدة بقى لهم سنتين في دراسة وعام دراسي كامل. فبالتالي المدينة بتشتغل دلوقتي طول العام، مش بس بقى عندنا أكاديمية العربية، لا عندنا كمان جامعة العالمين الدولية اللي اشتغلت برضه الحمد لله، وكل سنة بنزود عدد الكليات اللي بتعمل بيها. فبالتالي برضو دي هتكون نشاط اقتصادي هيعمل أو هيساعد في تشغيل المدينة على مدار العام. حلو. مش بس بقى الجامعات، عندنا كمان في جنوب المدينة المنطقة اللي مش على البحر بقى عاملين فيها منطقة صناعية، والحمد لله دلوقتي بدأت بعض المصانع تنشأ في هذه المنطقة الصناعية. وبدل ما عندنا منطقة صناعية يبقى عندنا هيبقى فيها عمال وفنيين ومهندسين وخلافه ويحتاجوا يسكنهم، فبالتالي المدينة هتشتغل طول العام. أجاوب برضو أو أشرح اللي حضرتك اتكلمت عنه إجمالا، موضوع السكن. فزي ما عندنا الأبراج اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي ارتفاع على فكرة 42 دور، مش الله أكبر ما شاء الله، الأبراج دي ارتفاعها 42 دور. زي ما عندنا الأبراج دي على منطقة الكورنيش أو المنطقة الساحلية أو اللي بنسميها المنطقة الساحلية السياحية، عندنا في المنطقة الجنوبية بقى إسكان يناسب مختلف شرائح الدخل، بداية من الإسكان الاجتماعي اللي هو المحدود الدخل، ومرورا بمشروع سكن مصر اللي هو متوسط الدخل، ثم عندنا مشروعات سكنيه للي فوق متوسط الدخل شويه في منطقه الداون تاون او قلب المدينه، مساحات اكبر نوعا ما، ثم منطقه للفيلات. عندنا كل شرائح الدخل هيكون لهم نصيب في الحصول على وحده سكنيه في مدينه العالمين الجديده. هتكلم برضو على حاجه الناس بتتكلم عنها اثرتها، موضوع ان المنطقه الشاطئيه الاسعار فيها عاليه. استاذ يوسف، انا لو عندي منطقه بيسموها برايم لوكيشن او منطقه مميزه، الدوله لازم تستفيد من المنطقه المميزه دي وتبيعها باغلى الاسعار، ويجب ان محدود الدخل يكون فرحان ان الدوله بتستفيد من منطقه بتمتلكها، وهو نفسه موضوع حدود الدخل ده بيمتلكها، يبقى الدوله بتمتلكها طبعا، يبقى هو كمان بيمتلكها بتبيعها باغلى الاسعار عشان خاطر تاخد العائد واديله خدمات واعمل بيها حياه كريمه. صح. تخيل حضرتك بقى اعمل بيها، يبقى اللي هيستفيد من بيع المشروعات الابراج ديت باعلى الاسعار هو محدود الدخل اللي هيعود عليه بالنفع المباشر في الحصول على وحدات سكنيه في مشروعات تطوير المناطق العشوائيه، في مشروع الذكاء الاجتماعي، في مشروع حياه كريمه اللي كان رئيس الوزراء النهارده بيزور محافظه المنوفيه ودخل قرى في مركز الشهداء ودخل بيوت من اهالينا اللي هيتم اعاده بنائها ضمن مبادره سياده الرئيس اللي هي سكن كريم. فبالتالي انا لما ببيع المنطقه دي، انت
المفروض المواطن بقى لما بيعنا في منطقه اللي حضرتك شايفها دلوقتي على البحر مباشره بسعر قليل يحاسبني، يقول لي انت ازاي تفرط في منطقه مهمه زي دي، منطقه سياحيه زي دي، ومنطقه بتبص على البحر مباشره وتبيعها بسعر قليل، ما يزعلش ان انا ببيعها بسعر كبير، فانا ببيع بسعر كبير في المنطقه دي عشان ادعم له الاسكان الاجتماعي اللي في نفس المدينه اللي في الجنوب. ما هو زمان يا استاذ هاني لو تفتكر احنا جيل واحد كان زمان يجي يقول لك ايه يا جماعه الدوله بتبيع المتر بتاع الارض بدولار، ازاي لازم الحاجه دي تتباع مظبوط، دي ثروه مصر ثروه الشعب. حلو، دلوقتي الدوله بتقول يا جماعه صح والله عندكم حق، الحاجات دي لازم تستثمر مظبوط، واعمل هنا بقى شكل من اشكال التوزيع العادل للثروه، الناس اللي تقدر تشتري. دي العداله الاجتماعيه، صح، دي العداله الاجتماعيه. الله ينور. القادر ودي غير القادر. اجاوب على سؤال حضرتك طرحته برضه دلوقتي، موضوع الفنادق. احنا وحضرتك نتكلم دلوقتي عندنا عروض من عدد كبير من المستثمرين السياحيين ان يبقى في منطقه للفنادق، وفي دلوقتي مشاورات بتتم مع الوزارات المعنيه بحيث ان يبقى في منطقه للفنادق على ساحل البحر المتوسط، عشان اولا نخلق نشاط سياحي في المنطقه دي على طول العام، مش بس الشهرين ثلاثه بتوع الصيف، لان معلومه لحضرتك الجو في المنطقه دي او في العلمين الجديده وساحل البحر المتوسط بشكل عام زي اسكندريه، جو حلو طول السنه. أيوة. مش 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 في الشتاء زي ما بعض الناس بيظنوا انه ما يسكنش فيها، لا في الشتاء هو مرتين ثلاثه النواب بتحصل ومعروف مواعيدها، وباقي العام الجو كويس. الدوله مش بس ده كمان بتعمل العلمين الجديده، لا في تكليف من سياده الرئيس ان احنا نتوسع بامتداد الساحل الشمالي الغربي، عندنا مدينه راس الحكمه وزاره الاسكان انتهت من تخطيطها دلوقتي وان شاء الله هيبدا فيها العمل قريبا، وباقي المناطق برضو في الساحل الشمال الغربي عشان نخلق زي ما قلت مدن مستدامه رقم واحد تستوعب الزياده السكانيه. احنا عندنا اكثر من 2.5 مليون مواطن بيجي لنا سنويا، فبالتالي لازم يبقى عندنا جاهزين بمناطق سكنيه حضاريه مخططه تستوعب الزياده السكانيه. رقم اثنين بخلق مناطق للاستثمار عشان خاطر توفر لي فرص عمل لاهالينا. مدينه دي العالمين الجديده ديت فيها بيعمل فيها ما لا يقل عن 100,000 مصري بياكلوا عيش من المشروعات دي، ده في مراحل الانشاء فقط، فما بالك بقى بعد الانشاء منطقه زي الابراج اللي حضرتك تعرفها دلوقتي. صح. في تشغيل الابراج ديت، في مطاعم، في كافيهات، في سينمات موجوده، فبالتالي دي كلها فرص عمل لولادنا. والمصانع اللي بتتفتح والمزارع اللي بتتعمل على محور الضبعه، يعني الضبعه بالظبط بالظبط، كل ديت فرص وانشطه اقتصاديه بتخلق فرص عمل وبتخلق استثمار، واحنا الحمد لله دلوقتي بقى عندنا القطاع الخاص كمان مشارك مع الدوله بقوه في هذه المشروعات، والفتره اللي جايه ان شاء الله تشهد توسع في المدن الساحليه عشان نستفيد بالمناطق المتميزه اللي بتملكها الدوله المصريه. طيب حكايه راس الحكمه دي بقى انا عايز اعرف، يعني احنا ان شاء الله في مستقبل قريب هيبقى في عندنا في راس الحكمه زي العالمين كده؟ بالظبط يا فندم، دلوقتي وزاره الاسكان بتخطط مدينه راس الحكمه على غرار العلمين الجديده. الله. بالظبط، منطقه برضو ساحليه يتم استغلالها استغلال الامثل بكورنيش برضو، ده تكليف واضح من سياده الرئيس، اي منطقه ساحليه الدوله بتملكها هيكون فيها كورنيش، ده زي كورنيش العلمين اللي حضرتك بتعرضه دلوقتي. في كورنيش اخوه في مدينه المنصوره الجديده، في كورنيش اخوه في مدينه شرق بورسعيد الجديده او سلام زي ما اصطلح على تسميتها، فبالتالي احنا بنستفيد من المناطق الساحليه كلها، المواطن يستمتع ويستفيد ويتمتع بما تملكه دولته من ثروات، وفي نفس الوقت بنخلق بقى انشطه اقتصاديه اخرى في المناطق اللي هي مش ساحليه عشان نوفر فرص العمل ونوفر فرص الاستثمار للمستثمرين. طب ده شيء اكتر من رائع يا استاذ هاني، يعني في حاجات قاعدين عمالين بنشتغل عليها اول باول، مفيش سكوت، مفيش لحظه سكون زي ما بيتقال. والله يا فندم النهارده زي ما انا ببقى فرحان بالمشهد اللي حضرتك بتعرضه دلوقتي في مدينه العالمين الجديده النهارده، يمكن احدث لقطات للعالمين، يعني دي اب تو ديت زي ما بيتقال، مدينه على غرار افخم المدن الساحليه في العالم كله. النهارده كنا في زي ما قلت من شويه في زياره لرئيس الوزراء في محافظه المنوفيه. أيوة. في كرة من ضمن مبادره رئيس الجمهوريه اللي هي حياه كريمه، نتجول بشوارع القريه عشان نشوف اهالينا اللي هيتم اعاده بناء لبيوتهم اللي هي متهدمه او مبنيه بالطوب اللبن او مسقوفه بالحطب او بالبوص وخلافه، وكمان بنشوف الخدمات، مجمع الخدمات اللي هيتبني فيه الشهر العقاري والبريد والسجل المدني وخلافه، وبنشوف المدرسه اللي بتتبني لاهلنا.
بنشوف مشروع الصرف الصحي اللي بيتعمل زي الدوله بتعمل مشروعات استثماريه عشان تخلق فرص عمل، بتعمل كمان مشروعات خدميه تفيد بيها المواطن. واعتقد ان الجمهوريه الجديده اللي سياده الرئيس دشنها منذ ايام من خلال مشروع حياه كريمه، ما فيش مشروع في العالم بالتكلفه دي، 700 مليار جنيه الدوله هتوفرهم خلال الثلاث سنوات القادمة لمشروعات حياة كريمة. ما أعتقدش إن في دولة في العالم بتصرف على المواطنين محدودي الدخل اللي هم بيمثلوا تقريبا حوالي 60 مليون مواطن، يعني 60% من سكان المحروسة بيصرف عليهم المبلغ ده. ويمكن دي تكلفة مبدئية برضو، ده تقدير مبدئي. بالضبط، ده تكلفة مبدئية زي سيادة الرئيس برضو ما قال يا فندم. وفي المشهد برضو بتاع العالمين الجديدة أستاذ يوسف، الشاطئ مش بس هو اللي هيكون المنطقة الجاذبة. لو رجعنا ورا أيوة. المنطقة اللي هي الجنوبية، احنا بنعمل حاجة فخيمة اسمها المدينة التراثية. المدينة التراثية فيها أوبرا، فيها مكتبة، فيها مسجد خلص وسيادة الرئيس كان بيصلي فيه العيد الأضحى. أيوة. فيها كنيسة إن شاء الله هنصلي فيها الصلوات القادمة في أعياد الميلاد المجيد إن شاء الله. إن شاء الله فيها مجموعة من المباني السكنية، منشأة طرز جديدة لسه ما شفناهاش قبل كده، زي مثلا الحي اللاتيني اللي معمول على الطراز اللاتيني. كل المشروعات السكنية دي وكذلك المشروعات الاستثمارية المستفيد منها هم المواطنين بشكل عام، سواء كنت قادر او مش قادر. يعني يجي مواطن يقول لي وانا كمحدود دخل استفدت ايه؟ كمحدود دخل انت مستفيد الاول من المشروعات دي، يا اما هتاخد من العائد ده، الدولة هتاخد من العائد البيع المشروعات اللي هي غالية ديت وهتدعمك في مشروعاتك زي كان اجتماعي او تطوير عشوائيات او حياه كريمه وخلافه، يا يعني اما انا هلاقي فرصه عمل ليا، وبالتالي لما يبقى عندي فرصه عمل يبقى قادر ان انا اصرف على نفسي واجيب شقه واعيش ولادي عيشه كريمه، يا يعني اما ان انا هستفيد من الخدمات الموجوده دي. واعتقد ان مشروع زي المنطقه الصناعيه بيوفر فرص عمل مباشره لاهالينا طبعا اللي هيبقوا سكان في مدينه العالمين الجديده. طب ما فيش مدينه انتاج اعلامي بالمره كده يا استاذ هاني؟ والله احنا كل الزملاء الاعلاميين بيطلبوا ان هم يكونوا فيها انتاج اعلامي، ولكن خليني اقول لك برضو ان مشروعات الطرق العملاقه اللي الدوله بتنفذها دلوقتي سهلت كل حاجه ووفرت المسافات. احنا دلوقتي بقينا في خلال ساعه ونص ساعتين بنوصل للعلمين الجديده، خلال ساعه ثلاث اربع ساعات بتوصل لشرم الشيخ. فالحمد لله الطرق ديت هي مش بس شرايين للتنميه زي ما بيقولوا، لا ده الطرق دي بقت كل حاجه في الدنيا، هي اللي بتوصلك لمصنعك لمزرعتك لكليتك لمدرستك، طرق كمان صله رحم. انا واحد من الناس اول ما الطرق الجديده دي اتعملت انا اهلي في المنوفيه كنت بوصل للمنوفيه ازور اهلي في ثلاث ساعات، بعد طريق الدليل الاقليمي ما اتعمل بقيت بوصل لاهلي في ساعه. فاول زياره بعد الطريق الجديد كتبت قلت ان الطرق مش بس شرايين للتنميه، الطرق صله رحم. تصدق بقى يعني احنا دايما نتفق ونختلف على حاجات انا وانت لكن وايه يعني حقيقي والله، لكن فعلا والله يعني في بيننا موده الحقيقه متبادله، وفي تقديري يعني من جوايا في محبه واحترام حقيقي. الجمله اللي قلتها المصطلح ده لوحده بمليار دولار، طرق صله رحم. والله وفعلا يا استاذ يوسف، وانا عشت الكلمه دي بالظبط عشان كده قلتها، لان انا كنت بزور اهلي بقول لحضرتك باخد ثلاث ساعات في الطريق، وكان ولادي واحنا في الطريق وزهقانين والطريق وحش في اول، وكنت بروح كل ثلاث شهور كل شهرين. اول طريق بقى الاقليم اتعمل اول كلمه بنتي قالتها لي احنا ممكن نروح نزور تيتا او جدتي كل اسبوع. شوف الرحم، شوف الفرق اللي عمله صح المشروع ده. والدتي بقى اول مره تزورني بعد المشروع ده دعت للراجل اللي جاب الطريق. ربنا يديها الصح، بص لنا ايديها والنبي. ربنا يخليك يا ربنا يخليك جدا على الشرح اللي بطلت لا والله ده احنا اللي شكرا على شرحك الوافي وعلى هذا المصطلح الرائع. انا الحقيقه عمري ما استخدمت المصطلح ده ولا فكرت فيه بصراحه، فمن هنا ورايح هنستخدمه، مصطلح طرق صله الرحم. اشكرك جدا 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 يا استاذ هاني، نورتنا وشرفتنا، وشكرا جدا على مداخلتك وشرحك الوافي العامر اذا صح التعبير، استاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء بجمهوريه مصر العربيه. شكرا حضرتك.